في هذه المشاركات. هذا هو المشارك القادم، حميد محمد راشد الطاير، يقدم لنا مرموق العود هنا في هذه الانطلاقة القادمة. حميد محمد راشد الطاير متمنين له التوفيق من خلال هذه اللحظات بالأداء القادم هنا في مشاركة مرموق العود مع حميد محمد الطاير. يأتينا بالانطلاقة القادمة، ماذا يقدم لنا من جديد في هذه اللحظات؟ يتقدم، يعلن حضوره، ينطلق بقوة في هذه المشاركة. مرموق مع الطاير، الطاير هل سيطير بالتيم؟ حميد الطاير مع مرموق العود. مرموق في المكان المرموق، يريد المكان المرموق. مرموق هذا هو مرموق وتوقيته هنا 18 ثانية 908 أجزاء من الثانية، غير إلى الصدارة مرموق العود المملوك لحميد محمد راشد الطاير. هنا يغير بالصدارة بعد ما كانت الصدارة بحوزة سعيد عبيد عيسى بن خنيفر، وها هو الطاير يغيرها من صالحة في هذه المشاركة بأداء جميل مع مرموق العود الذي غير إلى المركز الأول. سلام يا الطاير، سلام على هذا العرض الممتاز. نشاهد ونتابع من هو المشارك القادم. مخلص الروح نجرس الجوعاني.